لسه مستمرين معاكم في جولتنا الإخبارية، ونروح لوزارة الآثار اللي النهاردة بتطلق حملة لتنظيف المناطق المحيطة بالمواقع الأثرية بمشاركة منظمات المجتمع المدني. والحقيقة أنه دي مشكلة كبيرة جدا بتواجه السياحة. يعني احنا ما عندناش مشاكل بس متعلقة بعدم استتباب الأمن وأنه الوضع عموما غير مستقر عشان السياح ييجوا، عندنا مشكلة تانية أن السياح حتى لما بيجوا الأماكن السياحية نفسها بتعاني بشدة من قلة النظافة. النهاردة وزارة الآثار قررت أنها تبدأ حملة لتنظيف المناطق السياحية، وصرح الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار أنه منظمات المجتمع المدني هتشارك في هذه الحملة لتنظيف المناطق المحيطة ببعض المواقع الأثرية وترميمها وصيانتها. وطبعا يعني واضح أن وزارة الآثار عملت يعني تجارب في المنطقة أو في عدد من المناطق في الفترة اللي فاتت، ولمست يعني شجاعة كتيرة يعني أو مشاركة ورغبة في العمل كبيرة جدا من المواطنين، وأثنت على جهود ومشاركة الأهالي في المناطق اللي ابتدوا فيها يقوموا بعمليات التنظيف فعلا. والنهاردة هيكون في مجموعة من شباب الأثريين هيعملوا تحديدا في مدرسة الأمير مثقال بدرب قرمز بحي الجمالية، واللي كانت مخصصة عبر التاريخ لدراسة مذهب الإمام الشافعي، وفيها أيضا مكتبة وكتاب لتعليم الأطفال. الجديد بقى أنه مش بس الأهالي والأثريين والمسؤولين عن الآثار هم اللي هيقوموا بهذه العمليات، عملية التنظيف أو إعادة الترميم. الحملة أخذت طابع قومي وهيشارك فيها شخصيات عامة. النهاردة في هذه الحملة شخصيتين تحديدا، وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة ليلى اسكندر هتكون مشاركة، وأيضا الدكتور عصام حجي مستشار رئيس الجمهورية للبحث العلمي هيشرفوا النهاردة على عملية إزالة المخلفات والتراكمات من منطقة الزلزال بالمقطم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية. يعني مش بس الوزراء ومش بس المعنيين والمختصين بالمهمة، ومش بس أهالي المنطقة اللي أكيد يهمهم إن المكان يبقى نظيف عشان يستقبل سياح وبالتالي ينعش المكان أكتر اقتصاديا، لكن أيضا هتكون في شخصيات عامة يبدو إنه في خطة إنها تشارك على التوالي في الفترة القادمة. نروح لموضوع تاني وهو موضوع الجامعة المصرية، اللي فكرة الضبطية القضائية وعودة حرس الجامعة ما زالت هاجس يؤرق الكثيرين. آخر تصريحات لوزير التعليم العالي دكتور حسام عيسى قال إنه فكرة عودة حرس الجامعة أو وزارة الداخلية بالجامعة غير مطروحة من الأساس، وما أثير كل ما أثير في هذا الشأن عاري تماما من الصحة. يعني أكيد مش المفروض أن احنا نحتاج نتكلم تاني في الموضوع ونثير مخاوف أخرى، لأنه وزير التعليم العالي نفسه أكد هذا الكلام، بل وقال أنه حارب الدولة البوليسية في عنفوانها، وأنه لا يمكن أن يلطخ تاريخه بعودة حرس الداخلية للجامعة مرة أخرى. فيعني أعتقد أنه هذه التصريحات تصريحات جامعة وتصريحات حاسمة، وينبغي أنه يسكت بعدها الحديث عن احتمالية عودة حرس الجامعة أو الضبطية القضائية أو تطبيقها، لأنه واضح جدا أنه الدكتور حسام عيسى يتصدى بكل شراسة لهذه الفكرة وهذا الموضوع، وغير مستعد تماما على حسب تعبيره أنه يلطخ تاريخه العلمي وتاريخه المهني بأنه يعود الحرس تاني إلى الجامعة في عهده أو في فترة توليه وزارة التعليم العالي. بخصوص حالة المدارس عموما، احنا تابعنا طبعا وما زلنا بنتابع وضع المدارس المصرية مع بداية العام الدراسي. كل المدارس تقريبا في مصر انتظمت ما عدا مناطق معينة، شمال سيناء أعتقد ومنطقة كرداسة. وزير التربية والتعليم أعلن أنه منطقة كرداسة سيتم الانتظام فيها السبت المقبل، وعموما نسبة الإقبال على المدارس المختلفة نسبة تعتبر مرتفعة. يمكن في هناك بعض الأهالي لسه مترددين أو خايفين يودوا أولادهم أو عندهم قلق فبيستنوهم قدام باب المدرسة، لكن
عموما النسبة مرتفعة، وما زال يعني كل يوم بتكتسب المدارس والفصول أعداد أكبر. خطة وزارة التربية والتعليم طموحة جدا لهذا للمدرسة للمدارس أو لمستقبل المدارس، لأنه المفروض أن يبقى في مدارس أكتر في الفترة اللي جاية، خصوص يعني تحديدا 10,000 مدرسة حتى عام 2017 لتفي بتخفيف الكثافة عن الفصول. معنا دكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، مساء الخير يا دكتور. لا نور، الدراسة يعني الأمن مستتب والدراسة مستتبة، وعايزين نكلم حضرتك في أكتر من محور. يعني بترصدوا الإقبال على المدارس حتى هذه اللحظة إزاي يا فندم؟ من الغياب، غياب التلاميذ ونسبة الحضور بتعدي 90%، يعني حتى في المدارس التعليم الثانوي ده طبعا، دي النوع ده من المدارس بيبقى مشهور انه نسبة الغياب بتبقى كبيرة حتى من بداية العام الدراسي. تمام. طيب الدراسة في كرداسة يا سيادة المحافظ، يعني ايه هي المفروض انها هتبتدي الاسبوع الجاي صح؟ احنا صحيح؟ عندنا يعني 6 وحدات محلية تابعة لكرداسة. في منها وحدات شغالة مدارسها هذا الاسبوع، وكرداسة وبني مجدول وناهية هي اللي مؤجلة، المدارس اللي فيها مؤجلة للأسبوع القادم إن شاء الله. طب إيه الإجراءات اللي أنتوا يعني بتقوموا بيها الأسبوع ده عشان تأمنوا دخول المدارس الأسبوع القادم؟ في كرداسة تحديدا الحملة طبعا. الأمنية أولا، يعني طبعا التأجيل ده أساسه تقييم للوضع الأمني، وإذا كان في أي احتمال لمخاطر قد يتعرض لها التلميذ في المدرسة فده بيبقى هو السبب الرئيسي في تأجيل الدراسة. تقييمنا للمخاطر مع وجود الحملة الأمنية اللي هي موجودة حاليا في كرداسة والمنطقة المحيطة ببني مجدول، ده هو اللي دفعنا لتأجيل الدراسة. لكن حاليا أنا في اتصال مستمر مع مديرية الأمن والقوات المسلحة، الأمور بتسير يعني كما ينبغي، وإن شاء الله نبدأ الدراسة مع بداية الأسبوع القادم، وسيكفينا التأجيل هذا الأسبوع فقط. تمام. هل في إجراءات هتتخذوها بعد بداية الدراسة في كرداسة احترازية مستمر. تأمينية؟ طبعا التأمين مستمر، تأمين المدارس بصفة خاصة مستمر. طيب هل في رصدتوا مثلا أي عناصر ممكن تتسبب في مشاكل في المدارس؟ عملتوا حصر للمدارس واتجاهاتها وتيارات المسيطرة فيها؟ لأنه أحيانا في مدارس بتبقى محسوبة على تيار معين. لا، والمدرسين حاليا دلوقتي عندهم تنبيه وواضح وحاسم إن المدرس يدخل يشرح ما هو مكلف بشرحه طبقا للمنهج، الأمور السياسية والأمور الدينية وما يتعلق بالوضع الأمني، وكل دي أمور إذا كانت ملهاش صلة بالدراسة فلا حديث فيها، المدرسة للدراسة والمعلم وظيفته التعليم طيب طبقا لمنهج، وده مراقب بكل شدة. نعم. طيب يعني على حسب ما قرينا ايضا من التصريحات انه في خطه للمحافظه وخطه لوزاره التربيه والتعليم انه يكون في مدارس اكتر الفتره القادمه لتقليل كثافه الطلاب في الفصول. صحيح. حتى عام 2017 مطلوب يزيد عدد المدارس 10,000 مدرسه. هل في جهود من المحافظه مثلا انها تخصص اراضي، تخصص اماكن، تقدم تسهيلات عشان مستثمرين يقدموا عروض ببناء مدارس، ولا ده هيكون تبع الوزاره ده بس؟ موجود. ده موجود، واحنا عندنا قائمه باراضي املاك دوله، هيئه الابنيه التعليميه متاح لها بهذه البيانات، واعمال عندهم رغب في معاونه المجتمع المدني ومواطن الجيزه المحتاج الى مدارس اضافيه خصوصا في اماكن التكدس، هؤلاء الدكرور والعبرانيه والهرم وامبابه الوراق، كل دي اماكن فيها كثافه عاليه في فصول التعليم الاساسي.
يعني في ترحيب كبير بالساده رجال الاعمال، واحنا كمحافظه بنقوم بتوصيل المرافق على نفقه المحافظه، الميه والصرف الصحي والكهرباء، ودي طبعا كلها حاجات يعني حاليا مكلفه بدرجه ملحوظه، فاحنا بنقوم بيها لكل المدارس اللي في الجيزه. احنا السنه دي عندنا 25 مدرسه شغالين فيها حاليا، بعضها هيدخل بعد الاجازه بتاعت نصف العام، وبعضها هيخش مع بدايه العام الدراسي القادم. نعم. اللي داخل عندنا السنه دي جديد 21 مدرسه. طيب رائع، يعني في مدارس جديدة السنة دي كمان. طيب أشكرك، أشكرك دكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة، شكرا جزيلا ليك. ونروح من أخبار المدارس والعملية التعليمية لأخبار الرياضة اللي هتكون أيضا مسيطرة على المشهد الفترة اللي جاية، نظرا للتوقع طبعا، يعني توقعات كتير في موضوع مصر وغانا وتأهل مصر لكأس العالم. النهاردة هيعقد وزير الرياضة كابتن طاهر أبو زيد مؤتمر صحفي بمقر الوزارة بميت عقبة للإعلان عن ملعب مباراة المنتخب الوطني أمام غانا في مباراة الإياب الحاسمة التي ستحدد أي من الفريقين سيتأهل إلى مونديال البرازيل. وزير الرياضة طاهر أبو زيد أعلن أيضا أو قال أنه سيعلن خلال المؤتمر عن ترتيبات سفر الجماهير إلى كوماسي لمؤازرة الفريق في مباراة الذهاب، يعني أكيد الفريق هيسافر بمشجعيه وبالجماهير اللي يعني هتقف جنبه في ماتشه في مباراة الذهاب، لكن الترتيبات الأمنية الخاصة بذلك سيعلن عنها في المؤتمر الصحفي اليوم. وينطلق اليوم أيضا معسكر المنتخب الوطني المغلق إلى ملعب الدفاع الجوي استعدادا لمباراة الذهاب الفاصلة أمام غانا اللي بتقام في أكتوبر المقبل على ملعب بابا يارا بكوماسي ضمن التصفيات النهائية لمونديال البرازيل. أكيد هيكون في تفاصيل أكتر حول هذا الموضوع من زوايا مختلفة ورؤية بقى متخصصة في الفقرة الرياضية اللي هيكون فيها معاكم زميلنا إبراهيم فايق. نروح لأخبار المهرجانات اللي لابد أنها ترجع تاني لمصر، مش لأي سبب غير أنه نرسل رسالة إلى العالم أنه مصر قادرة على تجاوز أي فترة عدم استقرار، ومصر أصبحت فعلا يعني تفتح ذراعيها من جديد للفن بكل أنواعه. الجمعية المصرية للكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة هتعقد النهاردة مؤتمر صحفي بحضور اللواء طارق المهدي محافظ اسكندرية للإعلان عن الاستعداد النهائي للدورة 29 لمهرجان اسكندرية السينمائي لحوض البحر المتوسط. طبعا مهرجان اسكندرية من أهم المهرجانات اللي بتستقبل كل سنة يعني رواد من كل أنحاء العالم ومحطوط على الخريطة العالمية. تنطلق فعالياته تحديدا من 9 ل 14 أكتوبر المقبل، وفي هذا المؤتمر الصحفي سيعلن رئيس المهرجان عن آخر الاستعدادات وعن الدول المشاركة في هذا المهرجان وأسماء المكرمين سواء كانوا من المصريين، الفنانين المصريين أو العرب أو الأوروبيين، وأيضا أسماء لجنة التحكيم اللي هتساهم في تحكيم أفلام المهرجان وموضوعات الندوات الرئيسية في المهرجان. مصر قادرة على أنها ترجع تاني رائدة في مجال الثقافة والفنون، تستقبل وفود من كل أنحاء العالم، ولابد أن تستمر الحركة الثقافية ممثلة في مهرجانات فنية، مهرجانات شعبية، معارض للكتب، لابد أن تعود مرة أخرى لأن دي أفضل رسالة إلى العالم كله إنه مصر قاومت وما زالت تقاوم أي محاولة إنها تتراجع عن دورها. فاصل قصير نلتقط فيه الأنفاس، نعود بعده لمتابعة بث مباشر على الهواء مباشرة. اتفق المجتمعون على خارطة مستقبل تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت. يؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة
تشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة. أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون. تشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية، اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب في مؤسسات الدولة ليكونوا شركاء في القرار. حفظ الله مصر وشعبها الأبي العظيم.